همسات سوري. كل يوم حكاية، حكاية سوري وبس. القلم والدفتر كانوا مرافقينها من وقت ما كانت صغيرة، حاولت ترسم واكتشفتها الموهبة. سنة العبود رسامة نازحة بمدينة عزاز عم تتابع دراستها الثانوية إلى جانب موهبتها بالرسم. بلشت الموهبة من الصف الابتدائي، كنت كتير حب موهبة الرسم، كانت الموهبة المحببة عندي. حب القلم، الدفتر، الألوان، أي شيء بتعلق بالرسم كنت حبه، يعني أرغب له. يعني هو الرسم كان أنا صغيري، هو لعبتي. فهو أول شخصية رسمتها كانت شخصية البورتري، يعني بنت شخصيات بنات كتير كنت أرسمها. طبعاً تلقيت الدعم والتشجيع من أهلي، وخصوصاً من أمي، لأن هي كانت رسامة وترسم شخصيات. فهون تأزم الوضع بتراقب، وصار في لخبطة وضرب كتير، يعني كنت صف رابع. فتهجرنا، تركنا مدينة تراقب وانتقلنا على تركيا. قضينا في تركيا شوية وقت ورجعنا على مدينة تراقب. هون الوضع صار شوي أفضل. لا صف التاسع، هون أنا هون صف الثامن تاسع بلشت أرسم بشكل أفضل. صار عندي حسابات على كل مواقع التواصل الاجتماعي، يعني طلع بالرسمات، شوف الرسامين، ادخل على اليوتيوب، شوف انه في رسم في تطوير. قلت انه ايش هو انا ناقصني لحتى ما انه اطور هالموهبه وسويها هيك. فهون اخذ الشخصي من الانترنت وانقلب، ما تزبط معي ارجع ارسمها مره ثانيه. قدرت سنة بدعم من أهلها الاستمرار بتطوير موهبتها والمشاركة بمعارض للرسم حتى تظهر رسوماتها، وبلشت شغل مع فريق تطوعي خاص للرسم. كان إلها إنجازات وتطور خلال عملها ضمن الفريق. في البداية يعني كان رسمي يعني ما كتير كويس، بس إنه في عندي تشجيع من أهلي، من هيك هو هذا الحافز اللي خلاني وصل لمرحلة منيحة بالرسم الشخصيات البورتري للبنات. طبعاً هاي الشيء الوحيد اللي كنت أرسمه. اعتمدت الرسم بالفحم، قلم الفحم، طبعاً ما أرسم شيء غيره. لحد الصف البكالوريا عم انتقلت لمدينة عزاز، انضميت لفريق أزرق وعملنا معارض كتير، يعني شيء 4-5 معارض. يعني تنوعت بالرسم، يعني تركت شخصيات البنات صرت أرسم على الواقع السوري والتهجير والضرب والقصف. عملنا معارض للدفاع المدني وتضحياتهم، عملنا للكورونا هاي الجائحة اللي مرينا فيها. عبرت كمان بأول معرض ذكرى زيتون، طبعاً أول معرض يعني شاركت فيه بفريق أزرق كان هو بيحكي عن الواقع، واقعنا أهل إدلب، هو كان بعنوان ذكرى زيتون. يعني عبرت فيه برسومات للمعرض النعمان الجامع الكبير، وعبرت فيه عن الشخصيات اللي توفوا سنة اللي تهجرنا. وهون بلشت يعني نوع بالكاريكاتير بالزيتة، هون تفضيت للرسم، صرت أرسم يعني بشكل أفضل. وطبعاً أنا هلق دوري الفريق أزرق، منسقة الفريق. حاولت سنة ترسم شيء جديد ونوعت برسمها لحتى تعكس الواقع اللي عم تعيشه، وهي دائماً بتحاول تعبر عن الشيء اللي جواتها من خلال الرسم. لكن رغم هيك عم تواجه صعوبات بتأمين المعدات الكافية. موهبة الرسم هي الشيء الوحيد اللي بحسن أخرج منه من الواقع، أو بمعنى آخر بحسن أعبر عن الواقع. ولما انضميت للفريق صرت نوع برسوماتي، يعني صرت أعبر عن الواقع السوري بكذا معارض، صرت نوع بالرسومات. كنت أرسم شخصيات بورتري بنات، هلق حالياً يعني برسم كاريكاتير، برسم زيتي، برسم يعني خشبة، ألوان، أي شيء. وهي الصعوبات اللي واجهتنا كرسامين أو كرسامي، أنا الصعوبات اللي عم تواجهنا هي نقص العدد، يعني العدي الرسم، يعني حتى بكل المحرر ما موجودة. يعني هذا الشيء بدنا نضطر انه نوصل لبرا لحتى ينوجد هاي العدي، وهذا الشيء كتير صعب. يعني وشغلة تانية، المواد اللازمة للرسم ما متوفرة هون، مثل اللوحات، مثل الألوان الزيتي او اي شيء. يعني الحلم اللي انا عم اطمح له انه خلص دراسة الثانوي وادخل الفرع اللي بحبه واللي عم اطمح له، وهو الفرع الصحافي.
ومن ناحية موهبتي وتابع وطور فيها ووصل رسوماتي لأكبر عدد ممكن. وبتمنى بتمنى من الأيام رسومات تكون من الرسومات المعروفة أو المشهورة، وإني أعبر ببعض معارض إن شاء الله بالأيام القادمة عن واقع السوري ومعاناة السوريين من خلال الفن والريشي. رغم الإمكانيات البسيطة عند سنة، إلا أنها ما وقفت وظلت عم تتابع بحلمها، لأنه تعتبر الرسم والألوان هو الشيء اللي بيوصل رسالتها للناس. بشار الفارس، راديو روزانا، مدينة عزاز. همسات سوري، كل يوم حكاية، حكاية سوري وبس.